طب يا جدعان، النهارده معانا جنة ندى وستي ايه وامك اهي وامي وشاد. تعالي يا شاد ورحمة. النهارده دول يا جماعة أول مرة يجوا الشقة. تعالي يا شاد. أول سيب عادل كده. ثلاث حمامات. حمامات. أنت ستي بجد ما دخلتيش جوه لغاية دلوقتي؟ لا والله بجد. وأنت يا ماما؟ احنا لسه قاعدين أهو. أوعى يكون حد دخل، أنا مكدرهم هنا. طب تعالوا هم يا جماعه النهارده هيشوفوا الشقه الجديده ويقولوا ايه رايهم. تعالوا بقى يا رب يا رب. تعالوا استنى اعيد لكم الاضاءات. المطبخ من ايه؟ ده المطبخ. انا عجبني المطبخ عامل زي اوضه. لا ما انا بقول لك عجبني المطبخ. انت ما كنتش شفته على اليوتيوب؟ لا احنا شفناه على اليوتيوب بس عجبني المطبخ صغير بجد. اه والله يعني انا حلو كبير. تعالي بقى يا امي. بس يا بابا انت هتيجي ظبطها ايه بكل حاجه هتشيل فيها تيجي ظبطها. بس يا بنت الاوضه دي تعالي يا ستي برضه. الاوضه دي ماما هعملها بقى ايه؟ هجيب هنا الجيمنج. ايه ده انت عارفه جيمنج؟ ايوه هعملها مسقفه حلوه كده. بابجي. امي مسقفه؟ اه دي اسمها امي ايه؟ مسقفه بس انا الثانيه يا عم. دي قلت النوم اللي كان عندكم في الشقه الاولى دي يا ستي اعملها الكمبيوتر. لا كده جميل. ايوه لا لعب يما. لا قولي لعب. ايوه لعب. ايوه هيحط فيها كوتشينه. احط فيها كوتشينه. ده ستي الحمام الثاني. ده تستحموا فيه. ده الحمام الثاني يا ستي. لا جامده يا عم. تعالي انت لسه مش شويه. انت زيتي ليه؟ انا كده هشوف ده حمام. انت تعبتي ليه؟ ده الثاني. ودي اوضة الاطفال. ربنا يبارك لك فيها. ربنا يبارك لك يا الله. حلوه السجاده دي. اه انا شفتها على النت. عرفت لك يا شيخ. لا كده باين. ايوه كده زمان دوت فيها برضه. تعالي بقى دي الاخيره. اوضة النوم وفينا حمام. ما عارفه. عارفه منين؟ عارفه منين؟ من على النت. من على النت. طب حلو يا ابني. الست طلعت متابعه. اه. ما عشان توصلك لايك. بتعملي لي لايكات يا ستي على اليوتيوب؟ اه والله. دي اخر حاجه. والله العظيم والله العظيم. عندك بلكونه؟ عندك بلكونه؟ اه هنا البلكونه. صدقني انا ما دخلتش البلكونه. نعم ما دخلتش؟ لا والله ما دخلت البلكونه دي. نعم انا عارفها بس ما دخلتهاش. ما اعرفش ان هي حتى هنا منشر سلم. انت حاسس نفسك كده ليه؟ انا مهبوطه في السجن. لا بعد الشر. تعالي. لا تعالي يا توقف. ده سرير كنان بس ما بينامش فيه يعني. لسه لسه كده. في ايه جوه يعني يا عبد؟ بلكونه. اه بلكونه. اه قومي جاي شوفيها. قومي يا عبد شوفيها. بس هي صغيره مش شكلها بس حلوه يا عبد. بس للمنشر بس. لا صغيره جدا. لا حلوه يا عبد. ايه ده؟ انا الراجل ابو شعر ده. لا 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 مش عارف ده. طب امرني. ايه ده؟ امي بقى يا جماعه في مفاجاه هتعملها قريب. ان هي ايه؟ هسكن هنا يعني ولا اه هي دي ان هي ناويه انا قررت اسكن في اكتوبر. يعني جنه اللي نفسها تسكن في اكتوبر. والله العظيم تتجوز في اكتوبر وتعيش في اكتوبر مع عبد. جنه؟ اه جنه. عادي هتعيشي فين؟ خلاص يا عايزه تعيشي فين؟ طب ليه؟ حتى لو حد زعلانية يقول لها انا ساكنة في اكتوبر. هي بتقول كده. هي هبة. انا اسمي هبة وساكنة في اكتوبر. قولي لي اسمي. اه اسمي بس. بتقولي على الانستجرام برضه. بتقولي اسمها هبة. اوكي. اه بتقولي ناس كده. بتقولي اسمك ايه؟ لا 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 هبة. اسمك هبة هبة؟ هقول لك الحتة دي. انا مبروك. انا اللي متجوزه. لا يا شاحنه حلوه يا عبد. فين فين؟ انا اللي متجوزه عبد. خدت بالي في التعليقات الناس قالوا الانتريه مطرح الركنه وركنه عشان البتاع. بس لا هقول لك بقى عشان الناس تفهم. هنا في في بلكونه مع مع الركنه. بص يا جماعه اللي هي قصدها عليها مش هتنفع. الركنه دي عشان حرف ال اللي فلو جت صدقني بس ممكن. لا يا جدعان هي هي. لا يا عم. لا يا جدعان. لا يا جدعان. هي الالوان لايقه كده. انا حاسسها لايقه كده. لا لا حلوه. ربنا يبارك لكم فيها يا رب. اي حد هيجي هيريح لكم ده هيبوظ. على ايه؟ ايه عشان انا بقول لي انت حاطين الشاشه هنا فهيجي يقعد هنا. اه فده اللي هيتكلم. هي كده فعلا. انا فاهم يعني الركنه بتستحمل. لا ده صغير. هي الركنه فعلا بتستحمل. عندي الكراسي دي الحاجات دي. يعني ده حصل انا نزل سنه. اه والله. بنتي دي بتتكلم صح برضه. ايوه طب هي نظرة الناس كده. ما انا فاهمه. طب ما قلت لها بقى ما دخلت.
قلت لها الركنه مهما تدوش عليها محدش هيعملها. الركنه جامده. ده عايز ايه ديكور بس كده، بس بيتفرجوا عليه بس وشكرا، ما قعدش حد عليه. ايوه عايز بجد والله كده كده يعني. لما بصوا يا جماعه الهبله ندى بتقول لكم ايه، انا قاعده مستنيه يوم ما جنان عروسته تيجي، هي عروسته هي اللي هتيجي ولا احنا اللي هنروح له؟ لا انت فاكر انت خدت عمتك، انا برضه هبقى عمته لازم اجي ولازم ابص على عروسه فوق اللي تحت اقول له عجبني ولا لا. يا باشا انا جنان مش هخليك اتجوز ويغلط غلطتي. لا هيتجوز حيلو. ما خدتش بالي صحيح. فعلا فعلا اوعى تغلط غلطتنا يا ابني والله. لا يا حبيبي كفايه كنان يا حبيبي عندنا بالدنيا. سيف كان هيجي ازاي؟ كان هيجي ازاي؟